مش معناها حتى باش المرضى قبلنا 28 متربص من ولاية بشار خاصة بالأخص مركز التكوين المهني والتمهيد بني ونيف، وجاو معهم 2 مؤطرين هي الأستاذة ورئيسة مصلحة، وهذا أيضا لتلقي تكوين أو تطبيقي في تخصص تركيب الألواح الشمسية. بالنسبة لبرج بوعريريش يعني هي أولا رائدة معروفة كمنطقة صناعية، كان عندها سابقة في التكوين هذا منذ 2015، يعني عندهم أكثر من 6 دفعات ما شاء الله في النمطين، النمط الإقامي ونمط التمهين. هذا يخليك أنها تتوجه رغبة وحبا أنك تستغل هذه الإمكانية اللي عندهم.